باشا، ابني وجوزي محبوسين جوه. ابنك وجوزك الاخوان؟ روحها يا مدام. اخوان ايه بس، هما ما عملوش حاجه. انا مفيش اتقبض علينا يا عم، ما عملناش حاجه. اتقبض علينا ان احنا اخوان بالغلط. وترازي على جنب مش نقصان. العبد لله يتكلم باسم الاخوان اللي في العربيه. كلكم تيجوا في ناحيه واحنا في ناحيه عشان نقلل المشاكل. بس دي نتكلم معاكم اساسا. Are you with us؟ لا تبعهم يعني. وانت خلاص قفلتوها ان الناس يتبعهم يتبعكم. عندنا في المدرسه كنا بنلعب عسكر واخوان، واحنا كمان. بس احنا عندنا اخوان كنا بنمسكهم ونعدمهم. احنا عندنا اللي بيتمسك من العسكر بيتذبح. والله شعري كده مظبوط. شعرك احلى حاجه في الدنيا يا مان.